تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، رفعت فيها سموها إلى جلالته خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الوطنية المجيدة لقيام الدولة البحرينية الحديثة قبل أكثر من 200 عام ككيان عربي إسلامي على يد المؤسس أحمد الفاتح، والتي تحل علينا بمكانتها الرفيعة على نفوس ليجدد مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة وطنية تشع فصولها بقصص النجاح والإنجاز لأهل البحرين الكرام منذ تأسيس الدولة البحرينية الشامخة على يد قادتها الكرام. وأعربت صاحبة السمو في هذه المناسبة العذرة والمتزامنة لحلول الذكرى 21 لتسلم جلالة الملك المفدى مقاليد حكم البلاد عن بالغ التقدير أمام سجل إنجازات مملكة البحرين التي يصل صيت نجاحاتها وإنجازاتها المشرقة لخارج حدود الوطن، ويعود فضل تحقيقها من بعد الله تعالى لتلك الرعاية الملكية التي عاهدت المولى على رفعة الوطن واستمرار نهضته ودوام رخائه ونهضة شعبه، وتلاقت معها وسندتها إرادة أبناء وبنات هذه الأرض الطيبة الساعين على الدوام لحمل مسؤولية البناء وراية الوفاء في الشدة والرخاء. سائلة سمو الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على جلالته وهو ينعم بوفور الصحة والعافية، ونديم التوفيق والسداد على جهود جلالته المباركة ومساعيه المخلصة لتبقى مملكة البحرين الغالية شامخة بالعز والخير والنمى. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالته رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أعرب جلالته فيها عن شكره وتقديره لسموها على تهنئته في ذكرى المناسبات المجيدة لوطننا العزيز، وأشاد جلالته بدور صاحبة السمو في قيادة إسهامات المرأة البحرينية بما كان له أعمق الأثر في تقدم مملكة البحرين ونهضتها المباركة، وما أنجز تحقيقا لطموحات أهل البحرين الكرام في التنمية المستدامة وحقوق المواطنة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على مملكة البحرين وأهلها بالخير والبركة.